القناة ديالي معكم إيمان. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار البنات غادي نشارك معكم المشتريات وغادي نشارك معكم حتى أشنو كنوجد العطلة. العطلة غادي نخليها لكم مفاجأة حتى نوريها لكم إن شاء الله في الفلوغ ديال العطلة. مازال ما عرفناش بالضبط اين بلاصه فين غادي نمشيو. المهم مازال حنا كنشوفو. غير انايا كنوجد بكري، راكم عارفين ما نقدرش فواحد النهار نبقى كنجري وداكشي علاش قلت بعدا ناخذ الحوايج اللي حتى الا ما استفدتش منهم في العطله راه غادي نستفد منهم الا مشيت للمغرب او مشيت لاي بلاصه. المهم قلت علاش لا ما نشاركهمش معكم، وغادي نشارك معكم حتى ميزات بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على شي حوايج. مهم تنوصل لهم وغادي نهضر لكم عليهم. دابا نبدا معكم باول حاجه. بالنسبه لاول حاجه خديت الرميسه هذه البيجامه هذه بالشورت كما كتشوفوا هكا، خديتها لها من زيمان. بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنا في هولندا وبلجيكا راه كاين عندنا زيمان، كدير 5 اورو. خديت لها النمره 98 110 104 يعني 3 سنين 4 سنين. بصراحه هنايا في هولندا ماشي بزاف فاش كيكون عندنا الجو سخون، يعني قليل فاش يكون عندنا الجو سخون. ففاش يكون الجو سخون كننعسها غير بسوفيت ما ولا بحال هكا غير بالتيشيرت ولا بدوك القشابات ديال المغرب، عرفتوهم دوك القشابات ديال الاختزانه. وهذا دابا قلت زعما فاش غادي نمشيو. انا ما كنمش عليكم ما كيعجبنيش نعسها بزاف عريانه، كنقول ما عرفتيش يكون البرد في الليل الريح ولا شي حاجه ولا مع الكليماتيزور المهم شي حاجه، قلت ديما كيعجبني نلبس ليها بيجامه. فخديت لها هذه كما كتشوفوا التيشيرت ديالها هكا في الصفر والشورت ديالو في الكري كيجي بحال هكا للنعاس. سمحوا لي هذه اللحوم هكا. خديت الكتوبه لان غادي نمشيو في الطريق بالطوموبيل، فخديت ليها الكتوبه. هذا زوين بصراحه البنات. هذا هما كيعطيو لك رسمه، راكم عارفين الدراري بزاف كيعجبهم يلصقوا بستيكرز، فكيعطيو لك بحال هكا الرسمه وانتيا كتلصقي فيها ستيكرز اللي غادي تبغي. كما كتشوفوا هنايا درت ليها الحيوانات ديال الفلاحه اولا ديال الفيرما، كتقري معها الكلمات اولا كتعلميها الحيوانات، ونفس في نفس الوقت كتلعبوا وكتقرا. كما قلت لكم خديت لها واحد اخر ديال ميرميد، وخديت لها هذا ما عقلتش تقريبا يمكن ما فايتينش اورو، انا متاكده ما فايتينش اورو. ورميسة بالعكس كيعجبها بزاف تلعب معها تلعب فيهم زعما. وخديت ليها هذا الكتاب هذا ديال هالو كيتي للتلوين، باش كما قلت لكم باش ما نبقاش الطريق كلها وانا عاطيه ليها الايباد، راكم عارفين مع الدراري كيملوا بحال هكا في الطريق. انا هذه انا كنت خرجت وطاح ليا شويه ديال السكر وخديت الشوكولات. المهم بالنسبه للاثمنه البنات كما خليت لكم ديك الخطره يا اما هنا يا اما هنا فين غادي نخليهم لكم. في اكشن فين خديت هاد الكتوبه باش نعقل، ولقيت هذا حتى هو عندهم ديال اللي كيدير الريحه ديالو غزاله اللي كيدير الريحه في الحوايج، ريحته البنات واعره شميتو هزيتوني شان ريحته واعره. خديت فيه جوج قراعي ما عرفتش الاخرى فين هي. المهم كما قلت لكم الاثمنه غنخليهم لكم هنا ولا هنا. و دابا كيما عارفين صبغت شعري، خديت هاد الشامبوان ديال دوف، وعندي عندي ديميلور ديال ما عقلتش سميتها، المهم كاين عندي واحد ديميلور مازال ما استعملتوش، فخديت غير الشامبوان ديالو كيما كتشوفوا ديال دوف. قلت نجرب دوف شحال هادي ما غسلت شعري بدوف، قلت نجرب. المهم لقيتو ديال شامبوان كولورون كيما كنقول لكم غير واحد المده عاوتاني ما بين لا يطلع ليا هادشي فراسي ونصبغ شعري بالكحل ونبقى نغسل بشامبوان عادي. كما قلت لكم هادو حتى هذا خديتو في اكسيون. المهم البنات سمحوا لي غادي نبقى غير لي هزات يديا نوريه لكم. خديت هاد التيشيرت هذا في برايمارك، راهم معروفين كيجيو طوال صراحه، كيعجبني نلبسهم في الدار ولا بالخطرات كنكون بحال هكا بحال دابا نيت هاد التيشيرت هذا طويل كنلبسو مع السروال كنلوح فوق منه الجاكيطه ديال الجين، كيجي زوين وكيجي حتى طويل خفيف. بالنسبه لهذا البنات فانا خديته ب 8 الاورو. المهم برايمارك كيعطيو كيخلونا في الاثمنه. خديت ليا واحد الفوطه خديتها في برايمارك الصراحه، كتجي كبيره فيها مترو هنايا مترو على مترو 80 بالنسبه الى مشينا للبحر هكا ولا شي حاجه. هذه حتى هي المهم غنقول لكم الاثمنه ونهضر. خديتها ب 12 اورو. خديت الرميسه مايو اخر، خديت لها مايو بحال هكا حتى واخدت لها 3 سنين 4 سنين، كيجي دو بياس بالكيلوس ديالو لان دابا حنايا ولينا كنمشيو للطواليت، ف
فضروري خصنا الكيلوط هذاك اللي كيكون كيكون اون بيس كيجيها شويه صعيب باش تحيدو. داكشي علاش خديت ليها هذا دو بيس. و المهم فيه بربرو خديته في برايمر حتى هو. وخديت هاد الطوينغات هادو عجبوني البنات الغزالين في هاد اللون هذا في الذهب في النقري خديتهم بثلاثه ديال الاورو حتى هما كيجيو زوينين في الودن. وخديت المسكه بالنسبه للمسكه هذه المهم لقيتها فيها ما فيهاش سكر ورميسه دابا ولات كتحماق على المسكه وما فيهاش زعما السكر وقلت ناخذها لها تلعب بها واحد شويه وكترميها. المهم غير كتصد هنا الصاك الاول حيدو و سمحوا لي صدعتكم. وخديت هاد الشابو جاب لي راسي فاش درت هذه دابا بحال هذوك ديال الشمال هما اللي كيعندهم بحال هاد الطربوش تيديروا لي هكا. خديت الطربوشه البنات على حساب الشمس في الطريق ولا حتى فين ما غادي نوصلوا. المهم نقدر ندير ليه هكا او نقدر ندورو هنايا ونديرو ندير فيونكا كما خلاوها المصريين. بالنسبه لهذا البنات خديته بستة ديال الاورو حتى هو خديته في برايمر. خديت الرميسه هاد البيجاما حتى هي في زيمان يا خديت لها هاد البيجاما حتى هي في زيمان. هاد البنات خديتها بستة ستة الاورو يعني حيت زعما فيها هاد البنات هادو ديال لول سوربرايز بنت اختي اللي كتحماق على هادو ولكن معليش خديناهم حتى الرميسه. تيشر داير بحال هكا حتى هي الشورت ديالها كيجي زوين هكا صغير حتى هي بيجاما. خديت الرميسه هذا ديال التواليت في اكسيون تيدي كير ما عرفتش المهم شحال كي شحال كيدير. و خديت الرميسه واحد ليغينز ماشي بونتاكو هذا اللي كنقول ليه ولا بونتاكو اللي كيقول ليه حنا كيقول ليه هنايا كابري بجوج الاورو ونص كيجي صغير قصير زعما حتى لحد الركبه. خديت جوج راه قلت لكم عجبتني الريحه ديالو خديت فيه جوج. الصراحه هادو اللي عجبوني بزاف لقيتهم في اكسيون وجاوني كنت كنقلب غير الصراحه كنت كنقلب غير على ماشي على الطوينغات على كيعجبوني شي اللي عندهم دوك الفيونكات ديال البنات فكيتباعوا بزاف في اكسيون كيجيبوهم بعد الطريط. ولقيت عندهم هادو كيبانوا زوينين غير ما عرفتش واش غادي يجيو ثقال ولا لا 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 ماشي ثقال زعما زوينين وحتى الثمن ديالهم ما كانوش غاليين ما عقلتش بشحال ولكن غنخلي لكم الثمن ديالهم كما كتشوفوا راه كانوا خارجين شحال هادي ولكن راه فهمني في اكسيون خديت لها هاد البيجامه هادي ديال باو باترول ضروري كما كتشوفوا هكا مع الشورت ديالها حتى هي تجيها ما عرفتش هادي تقدر تجيها ولا ما تجيهاش المهم نقدر نرجعها نقدر نخليها. وخديت الراجلي حتى هو نفس بحالي خديت ليه نفس الفوطه غير هو خديتها ليه في الكحل حشومه ناخذوها الراجل في الغوست. وهادو طوانغلو اخرين حتى هما لقيتهم في اكسيون نفس زعما نفس لا كاتيجوري يمكن او نفس المجموعه حتى هما دايرين بحال هكا حتى هادو عجبوني جاو شويه طوال وفيهم داك اللؤلؤ انا صراحه كيعجبني هاد اللؤلؤ هذا وما عقلتش حتى هما. المهم غادي نخلي لكم الثمنات ديالهم. خديت المخده اللي كتنفخ على حساب ديريها في العنق الا شي واحد فينا بغى ينعس في الطريق يا اما انا يا اما راجلي. و ندوز لكم لهاد الحوايج هادو هما شريت من واحد الويب سايت لوك ما عقلتش على شي حاجه لوك فانتاستيك يمكن بونتانيل ويمكن حتى دوت كوم يمكن كيصيفط العالم كامل. المهم انا عرفت كيصيفط لهولندا ماشي مره ماشي جوج تقديت عنده كنلقى عنده الحوايج بالاثمنه مناسبه. خديت اول حاجه هي هاد لاكريم هادي ديال لاكريم ايدراتون ديال لوجي ديال اوردناري كنت استعملت شحال من خطره استعملت هاد الاواخر هادو استعملت شحال من كريم وحسيت بهم بحال كيزيتوا ليا وجهي يعني كيعطيو ليا الترطيب ولكن واحد شويه الترطيب اكثر من القياس
فقلت نرجع نجرب هذه. كما قلت لكم انا هاد اوردنا عجبتني بزاف لا مارك. بالنسبه لي طاش راه كلشي غادي نهضر لكم عليهم ان شاء الله لاني غادي وكنسالي في المجموعه. قلت حتى نساليها ونعطيكم الراي ديالي، ولكن بالنسبه المهم الاغلبيه ديال لي برودكت ارتاح عليهم وجهي، فقلت غادي نرجع ناخذ هذه ديال كترطب البشره لترطيب البشره. وخديتها والثمن الصراحه ديالها ما كانش غالي، 7 يورو 95 سنت، وفيها 100 ml. هذه تقدروا تلقاوها مازال في دوغلاس وبانكور، ولكن متى بقى ما بقاش البنات، ما كاينش كلشي. قلبت عييت عييت فين قلبت ما لقيتش حتى الاخر، ودزت الاونلاين. كما قلت لكم خديت هذا البيلينغ هذا الا كنتو عقلتو هضرت لكم عليه، ديال حتى هو ديال اوردينا غاي، غادي ندير لكم فيديو عليه. الصراحه هذا البيلينغ واعره البنات، غير هو البشره الحساسه والجافه. دائما كنقولها لكم البشره الحساسه والجافه، لان الجافه جدا كتكون هي الحساسه، الحساسه والجافه بحال بحال. فالبنات الله يعطيكم ستر، ما تستعملوش حتى شي حاجه كتشوفوها في يوتيوب من غير الا ما استشرتوش مع الطبيب او لا الفارماسيان. علاش؟ لان هاد جوج انواع البشره كيكونوا حساسين لواحد الدرجه ما تخيلوش، يعني ماشي اي حاجه غادي تجي معاها. بالنسبه لهاد البيلينغ هذا فهو مقشر البنات بالاحماض، يعني ضروري البشره عاديه البشره الدهنيه كيجي معاها، ولكن البشره الحساسه الجافة ما نصحكمش به. بالنسبة للبنات اللي كيعانيو حتى من الحبوب راه زوين هذا. كما قلت لكم هو مقشر كديريه كيجي بحال الدم ديال الغزال، راه كنت وريته لكم. هذه راه القرعة الثانية ديالي اللي غادي نشري، وحتى هو البنات ما كاينش الاثار ديالو مع هاد القضيه ديال كورونا، فالشركه يمكن ما بقاتش كتخرج، ما كاينش الاثار ديالو. بقيت كنقلب تاعيته حتى هو خديته اونلاين، كما كتشوفوا كيدير حتى هو خديته ب7 يورو و95، المهم غير حيت ما عنديش الفاكتوره داكشي علاش مقيده السميات من الفوق. المهم حتى هو خديته ب7 يورو و95 سنت. هو البنات الطريقه ديالو كتستعمليه 10 دقائق فقط، اولا المهم انا كنخلي على 15 دقيقه. 10 دقائق هما كتبين لك ماكسيموم 10 دقائق، وكتغسلي وجهك وما كتستعملي معاه حتى شي حاجه. كديري بحال دابا نستعمل غير هاد لاكريم هذا ونمشي نعس، يعني ما كتستعملي معاه حتى شي حاجه. وفي الصراحه فاش كنستعملو كنحس بالبشره ديالي بحال ديال الدراري الصغار، والا كانوا فيها شي حبيبات ولا شي حاجه فكنحس به كيحيدهم. خديت فيتامين سي، فيتامين سي هذا ديال بيكسي، ما تخافوش باقي كاين كاين في بيكور، في كاين غير هو عندهم يمكن كيدير 34 يورو. وانا يا خديته في هاد لوك فانتاستيك كما قلت لكم، خديته ب30 يورو، يعني نقصت 4 يورو، ماشي زعما شي حاجه رخيصه، ولكن راه نقصت 4 يورو. كما قلت لكم بخطات كيكونوا دايرين كورتين، ماشي كيكونوا دايرين كيعطونا بروموسيون بحال هكا كيكون في هاد لوك فانتاستيك. شوفوا البنات راه ما مخلصيني ما والو، انا بغيت غير نفيدكم فقط. هاد لوك فانتاستيك حتى هما واخا كيكونوا دايرين فيه كود باش كتنقصي الثمن وهكا. و كان الثمن ديالو 30 اورو عندهم، وخديته يمكن مع التخفيض ديال 30%، ما خفت نكذب، واش 26 ولا 25 اورو باش خديته، يعني راه ناقص ناقص الا كنتي غتاخديه في بيكورف. كما قلت لكم فيتامين سي ديال بيكسي هذه القرعه الثالثه ديالتي اللي غادي نستعمل. فيتامين صراحه ديال بيكسي ما غاديش نبدلو، يمكن غادي نبقى نستعمله دائما لاني حسيت بالبشره ديالي مرتاحه عليه. كما قلت لكم هادو ديال اوردنا غايتا هما حسيت بهم بالبشره ديالي مرتاحه عليهم. خديت واحد السيروم واحد اخر غير نسيت ما وريتوش لكم، خديت واحد السيروم واحد اخر داك النهار خديته في دوغلاس لقيته عندهم حتى هو لترطيب البشره. مهم كثرت عليكم في الهضره. خديت هذا اونلاين، هذا غليكوليك اسيد، كيدير جلو اكستيرم 6%، كاين بحالو عند الى عقلتوا عليهم. كنت قلتها لكم على بيكسي التونر ديال جلو، حتى هما فيه غليكوليك اسيد. هذا بحال هاد غليكوليك اسيد كاين التونر ديال دو اوردوناري، غادي نخلي لكم التصويره ديالته هنا. هاد التونر اولا التونيك، هاد التونيك ديال دو اوردوناري فيه غليكوليك اسيد، كيت شهور وانا كنقلب عليه ما لقيتوش. مشيت لالمان قلبت في دوغلاس ديال لالمان،
دوغلاس ديالنا ما خليت دوغلاس فين قلبت هنايا في هولندا ما كاينش، قلبت بيركوف ما كاينش، قلبت اونلاين ما كاينش، كنقلب ما كاينش البنات ما كاينش حتى في الشركه ما كاينش، كلشي كيقول لك ما بقاش. بديت المهم كنقلب، درت غير سميه ديال جليكوليك اسيد وقلت نقلب نشوف التونر اللي غيكون بحالو. علاش البنات انا كنستعمل هاد التونر ديال جليكوليك اسيد؟ كنحس بيه فاش كنستعملو، بالنسبه الا كانوا خارج ليا شي حبيبات بحال هكا فكنحس بيه كينشفهم وكنحس بيه شويه كيحرق البشره. هو كتبين لك فيه بانه بحال كيقشر شويه ديال البشره، وانا بصراحه 6% شويه كتكون مجهده. يعني الا كنتي غادي تبداي، حيت انا بديت في الاول بيكسي جليكوليك اسيد يمكن كان فيه 5% يا ما خفت نكذب، ودزت الاوردناغاي، اوردناغاي فيه 7% ديال جليكوليك اسيد. وهاد المارك هادي سميتها نيب فاب، تا هي خديت هذا خديته في عند نفس الويب سايت، هو ديال لوك فانتاستيك كما قلت لكم، غنخلي لكم السميه ديال الويب سايت في التحت في التعليق الاول. كما قلت لكم خديته كنحس به من نهار حبستو، بديت كنستعمل واحد تونر واحد اخر ديال اللي فيه ديال ماء الورد، حسيت بان وجهي كيخرجوا ليا فيه شي حبيبات بحال دابا هنايا بعض الخطرات كيخرجوا ليا فيه الحبوب، فقلت غادي نرجع نقلب على هذاك. عييت قلبت عليه حتى ما لقيتوش، قلت غادي نقلب على شي حاجه بديل، فدرت هكا جليكوليك اسيد في جوجل وتونر وخرج ليا بزاف ديال الماركات، ولقيت هذا وقلت علاش لا ما ناخذوش. بالنسبه لهذا البنات فانا خديته تقريبا 18 اورو، فيه 100 ml، ولكن يستاهل. جليكوليك اسيد يستاهل البنات تستعملوه، وكما كنقول لكم البشره الدهنيه العاديه تستعملوا، البشره المختلطه العاديه المختلطه تستعملوا، البشره الجافه الحساسه البنات فكنصحكم دائما نسولوا الطبيب او نسولوا الفارماسيان من الاحسن، ونحاولوا بحال هادشي ديال التقشير وهادشي بالضبط البنات نستعملوا الحاجه ديال الفارماسيان، لان كما كنقول لكم البشره الحساسه والجافه فهي واحد البشره اللي خصنا نخافوا عليها اكثر من القياس، لان دغيا كتحسس من اي حاجه. المهم البنات كانوا هادو هما المشتريات ديالي. المهم كاين شي حوايج وحدين اخرين خديتو هكا، قلت غنشارك معكم هادشي اللي شديت هاد النهار. شكرا لكم بزاف على المشاهده، حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنساوش تخليو ليا جيم الى عجبكم الفيديو. قبلاتي الحاره، السلام عليكم.